خديني تامر قرب قرب. طب بص انا مش هقلي حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. عمري باجي على الغلبان والضرب في الميت جدع بيتعرف والنايس بيتكلم واللي نيته سالكه ملوش مال. تيتو العالمي برودكشن. خد يا صاحبي هنخش عركة سفيف تامول مع نص الاركة تلات صحاب ماشين في السكة ما يهمناش اي وجه حيد بس عندك اصحاب خطوة اثبت مكانك لابدك ماتوة امك شافتني راحت قدك جازل لأي حد يعدينا مدينة امر قرب قرب لفل شوار وفيدي سقار عملتي مغرق بدايرة وكرت المغاليب جدارة. طب بص انا مش حلي انا كنت ابوكي ودلي ورجعت للي زلي انا اللي كنت شريكي سلاحي حامي اصلا انا سندان علمت على كل الاندان عمري باجي على الغلبان والضرب في الميت ده حرام ساحل سافوريا ونازل بيه ده في كمين لازم اخبيه فتش يا باشا مش هتلاقيه في اي عركه جاي اعبيها فارس لفارس وريني نفس حاطط عليكوا برجل انا دايس مكش تعيش عليا انا درس انت ابن امك وانا بحرس وانت ابن امك وانا بحرس حلاوتك انت ملزم قشر عسل مكرر عند سكر كريمه شوكولاته متبعتر قولي بقربك وانت صغيره برضه بنت اللي بحبها في عز وجعها بكون جنبها بعشق من بعشق امها بكون في امان جوا حضنها بكون في امان جوا حضنها مسح حاضركم بأستيك قلبكوا شايفوا قايد حريقه ما شفتكوش في وقت الضيقه خارج بتقول سلاح فابريكا الحبسه مره والصحبه ضاق جوا الزنزانه محدش جاب عامل كبير وكبيركم فله وكله معمول معاه القله قلبنا في البيت سايبينه بايدينا واحدة هاتينه داخلين حاطين دفنينه احنا اللي بنكسر عينه علشان تربية مدام معرفتك مش تمام انت جاي اعمل فنان طب شد الحفق ونام طب شد الحفق ونام وعايشينها بالرضا ما تاخد لك يابا مسكن او شوف لك ممرضة ما تاخد لك يابا مسكن او شوف لك ممرضة اصحال اخويا الصوت الفاجر يعني سرينا مدينة عامر احمد زرزور السؤال هو مسمع كده اشبال معروف في المدينة من دقال اوعك تيجي على سكته يوم يحيى الغندور طلب الزمان تسمع اسمه في اي مكان شد الخط شد بلاستر هات القلم وهات الدفتر احمد جامايكا كتب الكلام يعني معانا مش بيقصر